السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا يا متابعين الأعزاء. أول شيء شكرا على المتابعة، شكرا على الدعم، وخذ الجديد لعبة تعال فكرة زو تايكون مع لعبة نوايد، خلها تولي هاي بنبدلها في زو تايكون، هاي جديدة بعد اسمها ذا كولونست المستعمرين، يعني شيء من كوكب ثاني كالعادة. ننشف موارد، شو نسوي نحن بشر؟ هاي شغلنا ننشف موارد، خلنا نفهم شو سالفة اللعبة أول شيء. ما اقدر اسوي اكثر، انزين بسوي شوارع. طبعا اللعبه اساسيه موارد بيوت هالسوالف هاي الامور، بس خلنا ندور فيها ستوب، واهم شيء فيها ستوب. اول شيء يا جماعه بوصل القناه 2000 متابع، شو رايكم؟ نقدر ولا ما نقدر؟ تقدرون ما تقدرون؟ بنزيد شوي شوي يعني راحتنا، يعني اللي يقدر يدعم القناه بلايك، اللي يتابع يدعمها بشير، يدعمها بشيء، وجودك عباره عن دعم. اذا ما سويت كل من هذا مشكور على المرور على القناه الصراحه. شوفوا اللعبه مبداها فريده شوي من نوعها، هذا ادخل في اللعبه فيها وايد شغلات. انا للحين هذا شوفوا هذا دوخني ترى على فكره، انه من معواي هذا جرافيكس ماله مونه. انزين نسوي شوارع، ناخذ موارد الكوكب، بنحطي نحتله وكله. طبعا ظلام الحين ما نشوف شيء، هاي منطقه البدايه. انزين نحن شو نبغى اول شيء؟ نبغى نبني موارد اساسيه، حلو، عسى ما نتوهق نفس بنشت وربع يوم العب وهالسوالف. فببدا اول شيء شو يبداون في اي لعبه؟ شوف خلينا نشوف الموارد كيف. اوكي هذا انتاجيتنا 0% الحين. سوري ماخذ ماي لان على اساس ما ينشف، على اساس بتفيق يعني فنشرب ماي. وعندنا الشوارع المسدوده يقولنا وكم بالميه من الموارد يتم توصيلها الحين، ونحن قاعدين نوصل. عندنا بي هذا الدستروي ندمر الاشياء، هاي السناب هذا بنعدل فيه عقب اكيد الارض ولا شيء. وعندنا المباني الاساسيه، انا ما ببني بيت اول شيء، اول شيء ببني هاي شو. كم موارد عندي، كم عندي شغلات ابني فيها. ها ابني الوضع الحين دام ان الوضع فيه. لا خلني ابني ليش موقف اللعبه انا؟ خلنا نحط اكل. فشنج 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 هات، هاي يبغى استكشف المكان. زين شوفوا تو روتيت ار نايس مكتوب، شوفوا اخيرا في حد يكتب اف فليب. بالعكس هم مسويين نايس دد، بس ما نقدر نحطي بطاف. في اختصار حق البلد، لا بي تدمير، اذا كذي بنحطي حقنا مزرعه خرفان. زين حلو مزرعة خرفان، وبنحطي بير. ولا هذا شو؟ هذا بير؟ لا هذا مش بير ابدا، مش بير، هذا مش بير، لا مش بير، فلازم نحطي لنا بير. بحطي البير هني، بحط البير عند المزرعة مال الخرفان. اوكي خلينا نبدا نبني. مبداهم اللي انا فهمته ان هالربورت اللي في الوسط بيوصل من عمود البوست، اسمه رود بوست، هذا علامة العمود من عمود العمود. وعندنا هذا شو نسوي؟ You have not expanded your ship. اوكي خلينا ندخل في الكنترول هنا، اعطيني علامة change prioritize ship pastures. ship pastures صفر عندي. auto place لا change، لازم احطي كل وحدة خروف. انزين معناها كم خروف اقدر احطي؟ اقدر احط لين 50 خروف، خلنا نحط لنا شي 30، خلي هالمكان فاضي، بنهف موارد. له ترسى يا حبيبي، خلنا نحط ال 50 خروف كلهم، وبنحطي 50 ب 50 خروف، ما نقدر نحط اكثر. انزين ممتاز، الحين ننتج خرفان نحن ولا شو ما ننتج؟ زين خشب وش كثر عندنا اقدر اعرف؟ اوكي هذا ينتج خشب. اوكي ينتج لي خشب وينتج لي طاقة، حلو. وشو شيء ثاني عندي ينتج طاقة؟ لازم اعرف انا. هذا شو يسوي؟ هذا ينتج اعطاني المنتوج دايركت، هذا ينتج لي ماي، هذا ينتج لي طاقة على طول. بنحتاج شوية طاقة، نحط بيوت، بيوت هني حطيهن ولا احط البيوت هني عليهم بروحهم؟ لا خليني احطيهم في الوسط يمكن منهم فايدة عند بعض. بحط بيت بيتين
ينتجوا لي طاقة، وأهم شيء على أساس إنه ما يخلص علي بحط لمبر جاك اللي هو لحظة ليش أنا ليش بالطريقة هاي رقم واحد كان شارع أوكي زين أقدر أكسرهم أحطيه في وسطهم ولا حرام؟ لا حرام. شو بسوي؟ بحطي لمبر جاك كل شيء الاختصار رقم خمسة، هذا رقم خمسة ونايس غلط في قياس حبة أهدم الشارع تو اكتشفنا أن بي يهدم نايس ورقم واحد شارع يرد مستر ساسك سيستم بوست لازم أهدم هذا وقصر عيل مو مشكلة عساس أوسع المساحة هني خلونا أنا توهكت زي مرة محركة لا أنا ما بهدم هذا لا أنا بهدم الشارع هذا بنبني الشارع ثاني بس شكله قبيح مو مشكلة حق الحين ما عليه مو مشكلة يمشي يمشي إنزين هذا شو لازم أسوي له شيء بعد أوكي لازم أضيف المنطقة اللي بيشلون أنا شو باني أنا بأخ أنا باني مال زراعة مسطل ما أنا بنيت لمبرجاك بنيت اللي يزرعون لنا تصدقون أبغى أستفيد من هالمساحة أقدر ما أقدر صح لازم احطيه مكان غلط لان انا سويت كل شيء غلط صح فبسويه هني تخيلك زين خلاص اوكي بحطيه في المكان بغير مكانه بعدين مو مشكله لازم احدد هذا بعد مكان نفس هذا كله كيف لحظات لوجز ايوه لازم اقول له وين يشل خلي يشل هاي الكلهن وهذا يشلهم وخل هذا يزرع خلهم يزرعون في عندنا حصة هني الحصة نايس شو اشكال البيوت شو يسوون نايس عندنا كل شيء موجود انزين ابى اتوسع على طول توسع شو كان موضوع التوسع هذا شو يقول لي ما عندي غير 9 الا في الاسطورة مو مشكلة هذا بيزرع هذا بيشل ما في عنا خشب شو لحظة تحركة تمويهية اوكي اساس انه يبنون البيت مو مشكلة ما عليه البيت كم واحد يشل الحين عنا مشكلة بيوت اوكي في بيت يكون عندنا بعض المواضيع مع الشوارع بس مش مشكلة لأن الخشب عندنا بيكون ناقص الحين اللي أنا بسويه بتوسع لا توسع أنا فهمت لازم نبني كان برج تقريبا أظني أيوة وش تور اللي هو برج الحراسة وأنا حطيت هذا مكان غلط زين هاشو بيكشف لي بحر ما أبغى هاشو بيكشف لي يبغانا برج على الغابة تصدقون أشوف لا يبغانا برج هني مشروع صراحة البرج اللي هنا برج مشروع لأن أصلا بيفتح لنا أرض جديدة صح بس بعد لازم برج تحت إذا لازم برج تحت يا جماعة الخير شو بنسوي بنيب هذه المزرعة خلنا نشل هذه لحظة شو قال لي شفت تو ريموف صح أوكي بحط البرج مكانه ما هنا لحظة خلنا من البداية دام ان عندنا خشب وين بيتوسع هذا بحر مع بحر ايه بانا مينا صح لازم مينا نحطي حبة قدام حطي هني شل البحر احسن لحظة انزين تشينج انزين بغير هذا لحظة بالكبر بس استوي البرج ترى بس انه شو ابا بحر ابا اسوي فيشنج ابا اسوي صيد هي صيد بيكون وايد زين خلنا نحط شارع دايركت عليه أنت تعال يا صديقي راعي الخرفان وين صار مش هالت برودكشن وين الخروف هذا أوكي سوري قطع الدنيا كنا نتفته أنا
وقول له سوري يعني خليني احطك انت هنا عند ربعك الخرفون. اه اوكي استوى مكان 50 خروف. لحظة الحين لازم استكشف الانتاج كم استهلك كم محتاج. هذا شي يقول لي لوجز انرجي ما اعرف شو برايورتيز موبايل الحين هذا مش محتاج لنا الحين. اه عجيب في لازم نلفل الشغلات اللي عندنا. لحظة هذا معناه هذا الاعلان بتكون اكيد برايورتيز. لا لا خلنا نشوف وين نقدر نطوره. والله مش متأكد. هذا ابنه شوفوا مع الاربود صغيرون قاعد يحمي المكان. ما عنده سهم ما عنده شيء ما عنده ما عنده ما عنده شيء. اوكي كيف نطور البرج؟ كيف نطور البرج؟ اظني هذا بيكون اوكي. يباله 10 خشب ونقدر نطوره. المفروض ان عندنا خشب صح؟ لاست ويك الاخره ما اعرف كيف اطورها بصراحه. خلينا نشوف التطوير عقب لان اكتشفنا مكان جديد. خلينا ناخذ حصى. اظن بنحتاج حصى ضروري صح؟ فخلونا مش باث لا بنحط كامل على اساس يجيبون السامان لين تحت. زين وين صار؟ الحين انا شفته 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 سيرفس ماين. هذا هو في سب سيرفس ماين. يعني اذا اعطانا منجم فوق الارض معناه في منجم تحت الارض. وشوف ايوه شافت ماين معناه بنحط طلع شيء من داخل. اذا شفنا مباني غير الووتش تاورز سومل. هاي شو يسوي لنا سومل اللي يضبط الامور صح؟ هذا بيضبط امور الخشب بيحول الخشب لشيء مفيد. حطيه هني عند هذا اوكي حطه مو مشكله. المشكله الوحيده قاعد اواجهها الحين ان انا ما عندي شيء فعلي انتج فيه. اوكي الحين هذا شوفي في 103 حلو يلد 6 اوكي يعني في محصول 6. بس المشكله عندي مجموعة شغلات هنا ابي اسويها مش عارف شو تسويها. شغلات لمبر جاك فورستري واتش تاور اوكي هذا اللي هم السومل. هاي تحت اي كاتيجوري؟ انزين سمول ستورج يارد ها كم مساحته صغير كم؟ اوه والله فنان. خلينا نبني واحد هنا. انزين خلى واحد يزرع واحد يسوي. بس خلنا نجيب هذا لانه نحن ما قلنا له يزرع وين. لحظه هذا اللي يزرع هذا اللي يشل وين صار؟ اوكي فهذا انا وين ابا يشل هاي بعد من الطريق. اوكي وابا يسوي برايورتايز اللي هو اولويه حق هاي. ايوه نفس اللون. فخلي يشيل هاي الاول. هاي اقول ليش هاي الاول شيء مو مشكله بس ابى يشل اللي هني ويشل اللي فوق على الاساس. اوكي ما المحجر سويناه ولا whatever his name يعني ومهما يكون اسمه natural resources. انزين هني نحن اللي بنسوي فيه الابجريدز كان هني لاست ويك الى اخره انتاجيه وغيره. انتاجيه مال 82% واللي هي انتاجيه جيده جدا. خلنا نسوي شارع هني. لحظه نسوي شارع. عرفنا قياس هاي صح 2 في 2 يت والله عدل يت والله عدل. انزين خلنا نحط لنا بيت بيتين وبحطي لي مال اكل. انا ما اعرف الحين بالضبط شو وضعي مع الاكل لكن اتصور not aligned with fish tile. يعني لازم يكون في مكان في سمك اساس اني اقدر ابنيها.
لازم يكون في سمك. وين صورة السمك هاي؟ لازم يكون في سمك عندنا. انزين اذا بهذه الطريقة، هذه الطريقة خلينا نسوي لنا ورشة. تول ستور مان ايش اخباره؟ شوفوهم يجون كل الروبوتات الصغار حلوين. ما نبغى قوانين عليها ولا شيء، خليه يخزنون اللي يبون الحين، ما عندي مشكلة. بس انا هالشارع مضايقني للحين. بعده اذا نحن بهاي الطريقة استوى عنا روبوتات زيادة. مش هني المشكلة، تعرف مش المشكلة عندي؟ انا ما اعرف كم يستهلكون. انرجي لاست ويك ناو، ما في انرجي عندنا. اوكي هاي الرقود، رقود رقود يرقدون كله. اكل عندنا 5، اللي موجود في الستور اكل. تشوفوا هنا الموارد، في حديد، في فحم، في طين، في ملح، في كوارتز نفس الزجاج اظني، وفي ذهب. عندنا جلد وموارد ثانية حيوانية. هاي نوعين، الجلد خفيف، جلد جلد، ورق عندنا، كتب عندنا، حديد عند حديد. حديد مرة ثانية. اوكي لا اوكي، هذا حديد مصبوب. وعندنا معدات جيش، عندنا نقدر نسوي اسهم وهالسوالف. هذا معناه نحن على اساس ان نطور المكان هذا لازم يكون عندنا مكان للتطوير، صح؟ اللي هو وركشوب اتصور. هذا اللي ما سويناه الحين، هذا اللي بيطورنا المكان. هذا اظن هني بيكون زين، هذا هني بيكون وايد زين اتصور. انزين شو عندنا غير الورشه ما سويناه؟ اظن الورشه بيطور. اوه تراك، معناه بيكون عندنا خطار. واو اوكي، انا احب اللعبه اللي فيها خطارات ترى. بس المشكله الحاليه مثل ما قلت لكم انا، شو وين الموسم اللي راح اضرب. انزين المشكله الحاليه انا ما اعرف كم يستهلكون فعليا، هاي المشكله. بوتنشال سيربلس، الحين ما قاعد يزيد عندنا اي شيء. انا ابى يزيد، انا انسان ابى يزيد ما بينقص. خلونا اني هالطريق اقدر اسوي شارع فوق الماي. لحظه ما اقدر، ما في جسر صح؟ زين ممر، لا بعد ما في. خلنا نبني هني شارع العيل اذا سالفه بالطريقه هاي. زين وبنبني هني، انا ما اعرف اللعبه فيها هجوم الحين، ما فيها هجوم في السالفه. وين صار الجيش هذا هو؟ زين بنبني برج. اوكي ما منه فايدة هني ولا منه فايدة، خله هني مو مشكلة. بنبني هني مرة على الشارع، خلاص ما بنبني شارع ثاني. زين خلهم يشتغلون الحين، هذا قاعد ينتج لي، كل حد قاعد ينتج لي. زين أنا وين بدلتهم؟ أيوه هذا سير ستورج، نحنا سير بلس ما عندنا الحين، ما عندنا أي أكل يزيد. زين ما عندنا أي أكل يزيد، أنا بالأكل يزيد والماي شوي يزيد. لا تسألوني ليش، بس أساس إني أرتاح نفسيا على الأغلب. فشو بسوي؟ بدي عند البير، ببني لي بير عند المنجم. هذا المنجم أظن اسمه إذا كنت ما كنت غلطان يعني. هني بنحط مال ماي، وبأحط مزرعة، والله خاطري أحط مال سمك بس ما أقدر. بحط مزرعة خرفان في نص المزرعة هاي. زين وبنسوي الشارع. بالطريقة هاي. اوكي. انا اغير هذا. ما يستوي لحظة. خلى ينبني. زين. ونبى في حد قاعد اظني بيهدمون هذا ولا؟ لازم ابني بعد لوك ثاني. بس عندي خشب. وركشوب افاليبل. اوكي. انا قلت لهم انه وركشوب. اوكي هذا الوركشوب. شوفوا نختار الريسيرش اللي نبغى نسويه. سكافولدنج. هذا الدري صار ولا شو؟ ليش حاطين صورة ليد؟ اوكي نسوي ريسيرش الحين.
وين سر؟ انا ما باك انت، باك انت ريسيرش. خلنا نسوي بحث حق هذا. هاش يسوي لي يزيد سرعة البناء، هذا يفتح لي construction 1، هذا مثلا كريستون ماسري. اوكي خلنا نسوي ريسيرش حقه، نسوي له بحث. انزين ترى في وايد شغلات انا شفت على فكرة داخل توه، في تابز ثاني على اليسار، بس اسمع الصوت يخرب بيته. كيف يسوي ريسيرش؟ يبغى بلانكس بعد، يبغى خشب. سوينا ريسيرش، تعال زين اكشف لي المنطقة هاي. ما اكشف لي اياها؟ الحين كشفها، لازم يجي واحد يشتغل في المنطقة. اوكي انزين، هذا اللي سواه لي اياه عبارة عن، هل نسوي لارج ستورج هني؟ لحظة ما اقدر شو اخ، بنسوي ستور العودة هني، ما بحط شيء هني. لحظة هني انزين، شوفوا كيف بنا، سواه له قاعدة، والله مش سيء ابدا، وايد حلو. زين شوفوا، ها بعده قاعد يسوي بحث عليه، انا حسبته خلص. زين اذا هو ما بيخلص بالسرعة هاي، او شي خلنا نحط لنا غنم زيادة. انا بشوف هني زيادة يكتب لي. اوكي ليش؟ ها يعني بروحك تقدر تحطي، انا ما اقدر احطي بس الخايس. ما بنمتد مهني الحين، خلوه 50 ب50، اهم شيء يدبر عمره صح؟ بنعتبرها هاي منطقة زراعية وبنمتد هني. زين بنحط هني شو؟ بنحط هني بيوت شوي. ابا بيوت، كان بيوت 2x2 صح؟ خلنا نحط بيوت، خلنا نسوي مكان. اوكي بيوت هني نبى نحط، اساس انه ما عندنا انرجي طاقه، نبى طاقه نشتغل عليها. لا مش كذا يا شارع، لحظه بهدم واحد. نخس يا وسخ، اوكي بالطريقة هاي بتمشي احسن من فراغ واحد مباعي بني. بحط شيء هنا صغير اذا استوى، ما اعرف يمكن. انت شوفك تعال. اوكي كان شارع مسدود الحين تبطل. انزين هذا وين قاعد يشل؟ قاعد كم ينتج لي هذا في اليوم؟ المشكلة ما اقدر اشوف الانتاج الفعلي، ولا يمكن انا ما اعرف وين الاوبشن. اوف عندنا ناقص 17، محتاجين واحد زيادة. لحظة خلنا نبني، خلنا نشيل هذا. ويت تعال انت تشينج. حطيه هني ولا ما اعرف اذا بقدر ابني اذا حطيته هني، ما اتصور. بس لحظة خلنا نجرب، ما يستوي. لكن اذا حطيته هني ما يستوي، اذا حطيناه هني ما يستوي صح. خلنا نجيب نقول له شل هاي، كله برايت رايز، كله أولوية عليه صح؟ ما أقدر أحطه هنا ولا أقدر أحطه هنا. فاللي بسوي ببني واحد ثاني شكله هنا لين ربكم ييسرها.
وهذا بحط له اوتو بليس وما يقدر يعبي خلاص سبت الشارع صح. اقول اللي فيها فيها خلو هذا 50 و50. بنشوف الهايل راح يروحون مكان ولا ما راح يروحون مكان، لان الحين استوى عندنا انرجي اظن المفروض انرجي مالنا يكفينا الحين صح. هالورك شوب ماله خلص شغله من زين. الحين بيفتح تشوفوا فيه مايننج يا حبيبي، في زراعة انكريزنس جرو سبيد السابلينج اللي هو مال الشير يستوون اسرع. اوكي هذا يفتح لنا شارع جديد يخليهم البوتات هاي يشتغلون اسرع، واللي هذا شيء نباء الحين دائما نباء يشتغلوا اسرع نباء. زين شوف تحت الحين هاي. ما اعرف فتحت فتحت شيء مفيد انا. ها كفو كسر كسر يا عليهم المسح كسر. زين كيف انت تدهني علينا؟ فاضي هذا شوف فاضيين هاي شوف ما عندنا زيادات احنا حسب شيء صح. اوكي هذا معناه عندنا مال حصة ثانية؟ لا ما عندنا. ها معناه لازم لازم ببني ووتش تاور كل شوية انا. والله عيب عليكم وايد ووتش تاورز تبون وايد ووتش تاورز كم ما بخلص انا في الحال هاي ما بنخلص باكر بنخلص. هذا انت شو قاعد تسوي ريسيرش خلص وين صرت؟ هذا هو قاعد يسوي ريسيرش سوي ريسيرش بس حق الشوارع خلهم يشتغلون اسرع. والله محتاجينهم يشتغلون اسرع الصراحه على الموال الحالي ما راح ينكت خير. خلهم يعبون الاستورات اللي عندنا على الاقل نسوي لهم بيوت ودنيا نحن حركات. اذا هني ايوه يعطيني ماينس الحين انا عندي انرجي زايد اوكي، بس اذا اعطاني ماينس معناه انا لازم ازيد بعد بلانكس. عندي بلانكس جاي من هذا سومل عسبتي هذا يتم يسوي واظن نحن ما قاعدين نستعمله فعليا صح. لهالسبب اوكي لهالسبب شو قاعد يستوي لحظة خلنا نشوف هذا يخلص زين. لهالسبب نحن شو قاعد يستوي لنا هالشي يبا ستون زين ما في مكان. هاي انا اقدر اشيل منهم موارد لحظة ولا ما اقدر اكسر هذا ولا بس اعرف فاضي ابا اعرف مش بوزرع بسكر اساسا تشوف شو شو الموضوع. انت زين كسر كسر احنا محتاجين حد يكسر الغابات هاي بس اظن اوتوماتيك يروحون يكسرون كل شيء بروحهم في اوتوميشن في الموضوع حلو يعني المفروض. انزين وان عندنا نقص خشب نحن مو مشكله بتهور شويه زين ببني مال خشب ببني فورستري هني بعد ياخذون شيء انرجي هاي 0.3 ياخذ الوقت بس ياخذون طاقة شيء شو يستهلكون اكل ما اعرف شو يستهلكون والله. اوه ها شو فحم يا حبيبي اوب 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 كلام كبير هذا شو حصى بمتد هناك لحظة 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 هني ايوه هني بمتد حصى نبا ويت يا الحصى يا عينكم يا الحصى رقم 6 البرج رقم 6 البرج. انزين انت يوم بتينا الحين يوم بتنبني بخليك تبني هالمكان كامل غابة. هذا ما ببني في شيء بخلي مورد دايم للحيطة بنفس هذا يعني الحين هذا شو شغله يبني هني. انزين انت شغلك تشل حاليا ابا يشل الحصى من لمبر جوك صح؟ ايه لمبر جوك بعدك قاعد يبني اوكي شايف بعد ما خلص ناقصنا انرجي اظني بيتعبون بيرقدون الحين.
لازم مانيوال يحطون فيه انرجي. اوكي، يعني كنا بترول صح. اوكي انت بتزرع هاي المنطقة، وانت خلينا نحط انرجي. لحظة، البيت بنبني منه وايد، شو اختصار البيت؟ 5 3. اوكي مو مشكلة، فراغ واحد كريه بس ما عليه. بنحط بيوت هني وبننتج من البيوت شغلات، لان نحن محتاجين طاقة الحين. اوكي معنا شارعين مسدودين، ليش؟ اوكي because road is full، في شوارع عندنا فل، ها معناه عندنا شوارع تنترس فعلنا. اوكي معناه لازم اسوي شوارع اكثر، فخلوني اهدم هذا. اول شيء هذا ما رم الفه من ورا صح؟ لا انا وهكت عمري تقريبا. زين بنلف شارع بالعكس عقب، لان اتصور انه يبالهم شوارع اكثر الحين. اوكي انترستنج. اوكي الحين احنا سوينا ريسيرش حق الشوارع الايدد. دقيقه فخلونا نسوي ريسيرش ثاني على طول عشان ما نضيع وقت. اجريكلتشر انكريس لا ما نبغى. ميليتري ليفل 1. اوكي ريديوس، لحظه، ساينس اند اندستري يزيد سرعة الريسيرش هذا. خلنا نسوي هذا يزيد سرعة الريسيرش. هاي بقى 6 أيام. زين بنبدأ ريسيرش على أساس إن كل اللي نسويه بعدين يكون أسرع. أوكي هذا هو يانا المورد، بس بعد بينا حسني على شو اسمه، على تور. يبقى بعد تور وش تور يبقى واتش تاور هني مكان شبه مسدود. زين اعطيني هالشوية، حرام عليك يعني. هذا المكان اللي اقدر احط فيها الواتش تاور، ما علي، بنحط هذا هني وبنلفه من وراه. وخلنا نحط لنا شوارع زيادة، لان اظن بيستوي عندنا مشكلة شوارع مع الوقت. خلي هاي يلفون هني. هاي شو كول، كول شي باله هارفستد باي ليفل 2 سيرفس ماين. اوكي لازم نسوي ليفل 2 اللي هو ليفل 2 سيرفس ماين مش ليفل 1. السيرفس ماين ليفل 1 بيكون وين؟ بيكون لا بيكون داخل بعد، ما بقدر احطيه. في كل الاحوال بحطيه هنا، فخلنا احطيه هنا الستون. كيف اقدر اسوي له ابج؟ اقدر اسوي له ابجريد ولا ستارت ابجريد هني، اقدر اسوي الابجريد على اساس احصل اللي اباه. اوكي الحين فهمت. هذا اندر جراوند ديبوزيت، يبانا اسوي ماين شافت عيل. لا 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 شيء، موضوع خطير هذا، موضوع يا موضوع يا جماعه، موضوع خطير جدا، خطير هالموضوع. نحن هني بنسوي لنا بلاوي يثبت هذا الموضوع. انزين هذا شو يسوون؟ انزين نحن الحين نبغى نسوي لنا، خلنا على هذا حسب نعرف شو انه ناقص. انا بسوي لنا مش فورستري، لا يسار الورشوب لازم يخلص شغله هني. الموضوع كله الورشوب اني يخلص شغله، نحن نخلص معظم اشغالنا. انا ما اعرف متى بديت التسجيل على فكره، ما اعرف متى وقف متى ما بوقف، حلقة جدا طويلة احسها. انزين نحن محتاجين انرجي بلس 0.3، ما ينفع ما يكفي، لازم نبني بيوت. اوكي رقم 3، لحظة خلينا احفظ رقم 3. ابى اطور البيوت، ما ينفع بالطريقة هاي يتم. انزين ابى اطور البيت، كيف اطور بيوت؟ هاي اللي بطورها. اوكي ستارت ابجريد هني، ما سوينا له ريسيرش التكنولوجيا. نحن التكنولوجيا اللي قعدنا نسويه
اللي هو هذا، ان نحن نزيد سرعه البحث نفسه، الريسيرش نفسه نزيد سرعته. بس اللي قاعد نعانيه نحن شو بالضبط؟ الانرجي صح؟ فلازم على طول شكلي بروح على البنا و بسير. شو اسك كم صار عندنا زايد الحين؟ 6.3. شوفوا اساس ان نلفل ولا نرفع ليفلات البيوت اساس ان نصدر انرجي اكثر. ونقدر نسوي ريسيرش اسرع يمكن، لان الحين هاي انا احسهم وايد بطيئين الصراحه. يعني حتى الحين هذا لو عنده 29%، اوكي الحين بيشتوي اسرع، بس بعد احس انه مش كفايه، لانه هذا حتى شو التور هذا والله على الفاضي، ترى والله على الفاضي. قبل لا امتد زياده، قبل لا امتد زياده ابى اسوي ريسيرش. زين الحين هذا 92%، 94% وصل. اشوف يقول لي ضايف على طول، يقول لي كم اكثر ولا ما يقول. عقب نبى نسير على بيوت دايركت، نلفل مش بيوت ولا ماين، ماين نلفل ماينز. خلنا نشوف شو ريسيرش عندنا. كونستراكشن انلوكس كونستراكشن 1، كونستراكشن سبيد لا، مايننج ويت فارمنج انلوكس ويت فارمنج، نقدر نزرع قمح. ترانسبورتيشن كوبل رود، اوكي هذا نحن بطلناه، بس هاي يبالها ليفل 2 ورك شوب. هذا ريديوس دامج دلت يور ميلتري بيردنج انكريز ريبير سبيد باي 20%، اوكي هذا بنحتاجه نحن قبل لا نمتد زياده. بس للحين بنفتح المناجم، خل نفتح البناء استونمري. اظني هاي اتوقع هاي اللي بيكونون حق البيوت اتصور، انا مش متاكد يعني، بس خلونا نجرب لين نعرف. شو رايكم؟ انا الحين زدنا سرعه البحث مثل ما ضيع علينا هو وقت، بس بيوفرنا وقت المفروض كل شيء ثاني. زين هاي شو يسوي؟ خلينا نحط نبر جهني حق الحمايه. شو رايكم؟ ما بمتد الحين، بس ابى احمي المكان، احس ان منهم فايده يعني. صح انه ما اقدر اسوي لهم ابجريد، بس يلا لحظه، هاي الابجريد مالهم وين؟ في لهم ابجريد الشوارع ولا بس من عندنا هني؟ كنترول يقول لي هولد عشان اسوي فيكس. اساس تمد من نفس المكان، بس اللي نحن نبغاه الحين احنا فتحنا ابجريد. هل انا ما شفت الصراحه هو استوى ابجريد تغير ما تغير؟ انا يمكن ما انتبهت، يمكن انا ما انتبهت. شوفوا يمكن انا ما انتبهت، لان الشوارع احسهم مبعدل. شوف لحظة خلنا نشوف، هذا يمر من وراء هذا، هذا مفروض انه يوصل بين الشوارع اوكي، بس الحين ما محصل منه فايدة يعني. انزين بس بعرف شو يسوي بالضبط. انزين تانكس وركشوب، اوكي على طول بنسوي نحن ريسيرش ثاني اللي هو بيكون اوكي. هذا يخلي يفتح لنا مباني جديدة، عقب بنفتح مال المناجم. اوكي الحين عندي 4 بلوك ترودز، انا بشوفهم هايل، بس ليش بلوكت هايل؟ هذا يحاول يشله لانه مش قادر. اوكي 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 اوكي، يعني الابجريد شيء اساسي الحين بيستوي عنا. قاعد ينتج ما قاعد ينتج؟ قاعد ينتج اوكي اوكي. هني المكان مسكر، يعني ناخذ راحتنا في البنا هني. الامتداد الوحيد اللي هو هني، وانا خربت الدنيا صح؟ عاد بنهدم هذا، بنمتد للصوب الثاني لو بغينا، مو مشكلة، بنبني مزرعة مكان ثاني، مش لازم هناك مزرعة. بس ان الحين نحن نعرف ان هني احنا شوي آمنين، يعني ما في حد مفروض يجينا من هني صح؟ اتصور المفروض انه ما في حد يجينا من هني.
هذا سمك، هذا سمك، هذا سمك، سمك سمك. خلينا نصيرني سمك. زين بني بسمك، اوكي. خلنا نحط لنا برج هني. ابى امور الثاني، ابى اجيب السمك هذا، خاطر اجيبه. انزين، وهني لازم نسوي نحن امتد، معناه امتدادنا من الخريطة من هني بيكون هني لخارج المستعمرة هاي، واللي هي محمية جدا، بتكون تكون وايد زينة. زين بعدين ريسورسز من وين هني بيجيبونهم لوين؟ الستورج صح؟ يعني الستورج هذا ما في شيء الحين انا اشوف، بس ها شو كله اللي على الشارع؟ لحم. اللحم اللي يجي من هاي المزرعة ساد الشارع. ليش؟ وين يودونهم اصلا؟ اظن يودون البيوت، وما اقدر اسوي جسر اتصور. الحين لو بيجيبون حصة من وين بيجيبونه؟ ها صح، يودون اللحم البيوت. شوفوا اساس يبدل اللحم، يشوفوا من يوصل لحم ينتج لنا شو؟ انرجي. اوكي 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 الحين تقريبا فهمت. فشكلي ببني اربع، بهدم الاربع بيوت، ولا ما منه فايده اهدمهم. خلا صبر، خلنا نسوي لمبر جاك اللي هو مال الخشب هاي هني. اوكي زين، وخلنا نهدم هذا اللي هني. يس اوكي، ونجيب لنا شارع ثاني، مش هذا، من هني. ليش ما اقدر اكمل الشارع؟ اوكي، ما اعرف ليش، بس ما قدرت اكمل الشارع. ايش شكل الديزاين الغريب اللي انا سويته؟ بس خلي تشوف هل درب بديل واحد بيسوي لي فرق ولا ما بيسوي لي فرق، لان اذا هذا سوى لي فرق وايد زين. ابى درب ثاني بعد من ورا لين هني، بس هني انا سديته بكثر الزراعه. لحظه خلونا نشل الزراعة اللي هني، بشل الزراعة هاي. زين شل الزراعة اللي هني، خلي هذا يشل اللي هني كامل، وخلنا نشل من البرايورتي اللي هني. اوكي، ابى يفضي المكان هذا اذا قدر، على اساس اقدر اسوي شارع هني بيكون احسن. انه ما شاء الله يزرعون بسرعة، مش ما يبطي يعني، فما اخاف على مورد كخشب، بيكون مورد ثابت. لكن اذا اسوي شارع من هني حق هذا اللحم، اساس ان كل اللحم قاعد يتلاقى وين؟ هني صح، بس اذا اغير مكانه واسوي له شارع ثاني برتاح شوي، بيكون وايد احسن، بيكون وايد وايد احسن بيكون. انزين انت شو اخبار الريسيرش مالك اللي بتفتح لنا مباني جديده؟ هذا بعد لازم نكنسله، بيخف الزحمه شوي. نحط مزرعه في عند البيوت، مزرعه يعني مزرعه عند البيوت احسن وايد. انزين الحين نحن فتح لنا مجموعه مباني مفروض، هذا ما اعرف فتح لنا هاربر مينا انترس اوكيبايد. اوكي تعرفون شو بنسوي؟ انا اسف لكن انت بتنهدم. انزين لان بنبني مجموعه مباني. شوف المينا واحد منهم. انزين وما بن ما بنلبسه، يعني شو بنسوي؟ على اساس انه اصلا مفيد. لحظه عندنا شيء ثاني، اوركيد هذا يبني، هذا حق فواكه صح؟ ايه هذا حق فواكه، اوركيد انحيده. واه فنان، تعالوا تشل هاي البقعة، هاي الخمهم ما نبرد نزرعهم، أي شيء فيهم خمة، ما فيهم شيء. هني 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 كل الزراعة، وانت شغلتك بتكون هني عقب. أول شيء نبى نخم البقعة هاي. أوكي هذا مكانه غلط صح؟ هي خلنا نحطي مكان عدل، على أساس ما يتبرع الشارع. كيف يبنون؟ وأنا من الصبح ترياهم يبنون. يا للذكاء، لان المينا شوفوا الحين انبنى هني، الزحمه بتخف شوي، وهني شارع بيفضى بعد شويه، بيشل الخشب اللي هني هو،
بسوي شارع ثاني بديل حق اللحم يطلعون منه يوصل للبيوت. هني بيكون عندنا الاورك هيد اللي هو المفروض ينتج لنا بعد شوي شغلات زياده. تشينج انزل و 2 من 10 بس. ها زين بسويهم ورا البيوت وايد حلو بيكون. لحظه تشينج يبالي واحد زياده بس. واحد زياده وين احطيه؟ ما بحط. اوكي هني هني اوكي ورا البيوت شويه بينفع بعد ديكور بعد ترى بيكون حلو اظني بيكون وايد حلو ما بيكون سيء ابدا. هني بدا يبدون الحين بس ناقصنا اروزا. لازم نسوي شغلات ثانيه الحين. مش معقولة بس هالسوالف اللي نقدر نسويها. انت وين التست تبون هذا؟ سومل اوكي انزين. انت لو سمحت ممكن تهدم هاي الاسرع. هدم هذا هدمه خلنا نبني. ايوه خلنا نسوي شارع تمويهي. انزين اوكي هاي ما اقدر اوصلهم في بعض. اوكي خلنا نسوي شارع اكثر. اوكي بالطريقة هاي افضل افضل بالطريقة هاي. انزين هذا خلص اللي عليه. خلنا نسوي بحث ثاني. بنسوي اللي هو ترانسبورتيشن انلوكنز بوتس فور بوت يارد. اوكي يكون عندنا هذا مال البحر. بس صبر نحن شو نبغى الحين؟ كريز جروث سبيد ما نبغى يبنوا اسرع. عندنا خشب كفايه. مايننج ايوه المال المحجر هذا نازلين فوق سفينه فضاء. نحن هني وقاعدين نخرف المكان خرف وننتج روبوتات وننتج مدري ايش من الصبح. انزين هذا حمايه الخارجيه الثانيه. لحظه خمسه تكام. زين والحين لازم ندور ابجريد ثاني حق الميليتري. عقب هذا بنسوي على طول حق الجيش على طول. زين هذا شو اخباره؟ اوكي شوفوا هذا اللي كنت ابغى اسويه انا من الصبح. شفتوا ابغى اكل عندي ناقص فود لاني هدمت مزرعه من ساعه ترى. ايوه هني الكلام هني الكلام سمك بس عادي لان عندي الحين هذا يبن تكتمل مزرعه الفواكه. هاي اظن فواكه اوركيد اكيد بينتج لنا نوع من انواع الفواكه. وعندنا مال السمك هني ويستوي عندنا الوضع وايد اوكي. الحين ناقصنا اكل فالانتاج نازل والماي ناقص عندنا. انا نسيت موضوع الماي تماما تماما راح عن بالي ابدا ولا كانه موجود. بنحط لنا واحد ماي هني. كم ينتج ماي هذا؟ 4 بير داي يعني ما نحتاج غير. ينتج 4 ونحن نحتاج ما يعادل. وين احطيه؟ مكان استراتيجي ما يسوي زحمه لان هني وايد بيوت. خلينا نحطيه صوب البيوت لان بنحطه هني بعد واحد ثاني حق الفحم قريب ان شاء الله. انزين اوكي هذا اكتمل. اوكي كم ناقصنا اكل؟ ماينس زين هذا يا سنتج انزين 1.3 بس بير داي فقط. وهذا الله اوكي يواع الناس ناس يواع الناس هم حسن اكل ديما. اوكي في تفاصيل هني. نايس نايس كرنت فور بيدي بوتنشال 16. اوكي برودكشن 5.3 والطلب اعلى من انه ماينس 10 يعني كلامهم صحيح نوعا ما. فشو لازم نسوي؟ لازم نسوي مزرعة بعد خرفان. زين الحين بسوي مزرعة خرفان هني ثانية. بيكون مكانها عدل بيكون مكانها عدل. شوفوا زين بيكون مكانها عدل. هاي شوفوا ما يرضى اني انا احطي بس هو يحطي عادي. يعني لو قلت بيحط الحين هو بيحط ما عنده مشكلة بس أنا لا. هو يعني كده
شوفوا اوتوفل اوتو بريس 41 ما اقدر احط اكثر. اوكي ظلمته شوي ظلمته. انزين 8.8 يا الاكل اللي انا مش قادر اعوضه حاليا. هذا قاعد ينتج 2.4 2.2 في اليوم، ينتج 3.1 نقدر نحط غيره. هي بنحط واحد ثاني عداله، نقدر نحط واحد ثالث؟ لا ما نقدر، خلاص الحين ما نقدر نحط هذا، هنا ينسى خلاص، هذا السمك الوحيد اللي نقدر نجيبه. زين هالشي يسوي لنا الحين كولكت ريسورسز، هاي يجيب لنا موارد من برا يعني من البحر اظني، اه which is interesting. minus 7.5 هذا 1.8. كيف استوى عندنا الطلب العالي مرة واحدة؟ هذا السؤال. مين مكان قاعد يفضى؟ خلنا نعبيه خرفون. زين خلاص الباقي هنا هاتنتين بحطي بزرعتين عقب ولا حظيرتين، بيستوي عندنا مكان حق خرفون. بس حلو اشكال انت ترى، سير من جبل. فيشن كات هاز كومبليت. زين الحين هاب عبين تجينا 1.3 1.1 احنا في السالب بعدنا. انتاجنا تعبانة وايد، اتوسعت بسرعة وتوقعت الاكل بيكفي اكثر، لكن الاكل شوف هذا 4 قاعد ينتج. هذا نقدر نسوي الابجريد ولا ما نقدر؟ ما نقدره. انزين في حال جيت هني ودورت ما عندنا، خلنا نبني وركشوب ثاني، شو رايكم؟ كان الوركشوب رود لير، هاش يسوي؟ ما اعرف شو يسوي بس ابغى استكشف. اظني هذا اللي بيبني لنا بيوت. اوكي هذا اللي الحين اذا انبنى بيطلع واحد يحسن الشوارع يحولها حصى، لازم نبني مبنى عشانه. سمول مومنت، خلهم يستانسون، ها سوالف اظني حق مناسبه تكون على الاغلب. شوف جيد مكانه، ومكانه جيد. هني القريه الصغيره مالنا للاسف، بس الاساس مالنا هني ترى. هنا شوفي ستورج هامه منه فايده، يس خلنا اهدمه وحط مكان الستور هذا بيت. عند الاكل وعندنا مشكله ماي، الماي موضوع شبه بسيط ترى. بنحط ماي هني وخلاص، ما بنحط ماي ثاني. انزين هاشيبه، اوه يبا حديد، وانا شاد حيلي وسرت بنيته ما طلعت شي بول. شو خلي بالي بعد مني بلا حديد، اهم شي الحين نحل موضوع الاكل اللي شكله مشكلة عويصة بتكون. الاكل هذا شكله بتكون مشكلة عويصة، الا اذا هاش يسوي تايدر بريس، اظني هذا اللي يحول القمح الى اشياء ثانيه. ما نقدر نبني هني. انزل لحظه، انت ليش وين قاعد؟ انت وين قاعد تسوي كل شيء؟ اوكي وانت وين قاعد تنظف حظي لك؟ زين انت نظف هالاماكن هاي كلها وبجيب لك الشارع هني. زين وبنحطي لك ووتش تاور 5-6 يعني ووتش تاور ما يستوي الا هني، خيبة ليش؟ سلامات عسى ما شر. ليش خلى بيشيل البقعة هاي بينظفها. زين عندنا هذا نظف هاي البقعة، عندنا هني قاعد يشلون الديبوزيت، عندنا الريسيرش اللي بعده هياي. انا ابغى اكشف بقعة احط فيها خرفان وهذا، بس اخاف يطلع لي شيء. وين حطيت انا وركشوب؟
ولا ما حطيت صح؟ انا ما حطيت وركشوب بعدنا، بحطي لي وركشوب هني. هني مو ببني مزارع وهذا، بحط لي وركشوب هني. والمبنى اللي تو هذا وين صار؟ سايدر برس اقدر احطيه هني، بحطه هني في حصة، في حصة هذا خلص شو؟ وحصة يخلصها مصيبة هاي. انزين بنحطي لنا التوار يا اصدقائي هني بيكون، وبنحط الشارع بين باب التوار. دون شارع معوق ما عليه، انا بسامحك اليوم. لحظة ليش يا اخي ما تسوي شارع مسموع انا بقى. اوكي حطي تور هنا، بنحل مشكلة لك مش قضية، بس نبقى هنا في حصة، هنا في شغلات. ها شو underground deposit هالسوالف. اوكي هذا انتهى الريسيرش ماله، فشو بسوي؟ ما انتهى بعده. اوكي construction complete workshop اللي هو حطيناه نحن هني. select research نبغى بحث ثاني. انزين بنسير على وين صار؟ على هذا growth ولا transportation؟ هاي خلينا نبني قوارب، خلنا هني نبني قوارب، واحد بيكون حق خدمات، واحد بيكون حق شغلات. شوفوا اوه هذا قاعد يسوي ابجريد، شوفوا 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 احلى يا الله مثل اللعبة هاي فنانة. المهم وايد 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 حلقة طويلة اطول من حياتي، ف سوري على اطالة الحلقة، مشكورين على المتابعة، واتمنى انكم متحمسين على السلسلة هاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.